قلت لزملائي: والله لو قدرت لي الحياة وأخرج من هذا المعتقل ومن هذه الأزمة، لن أعمل مثل ما كنت أعمل كعضو في قيادة الحزب لسببين. الأول، لأني أحد أعضاء قيادة النكبة للعراق، والثاني، لا يجوز لمن تبوأ عضوا في قيادة نكبة العراق أن يصلح عضوا في قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، وأنا مؤمن في هذا. والله أقول، أنا في مديرية الأمن العام قلت كلام وأكرر الآن بإيمان، قلت لهم: إياكم حتى العاهرة العراقية أنا ابنها.